لا زيادة ولا مراجعة لسياسة دعم الدولة للمواد الأساسية في الوقت الراهن حسب بيان وزارة المالية. عبد الرحمن راوية وزير المالية وخلال استضافته بالقناة الثالثة للإذاعة الوطنية منذ أيام أكد على الأهمية التي توليها السلطات العمومية حفاظا على القدرة الشرائية للفئات المحرومة. Nous retrouvons par exemple au niveau de la décile inférieure, c'est-à-dire les ménages qui ont le plus bas revenu, à peu près profitent de certains produits subventionnés tels que les produits de base, hein, je parle du sucre, de la farine, de l'huile, du blé, etc., de à peu près 7% uniquement de la subvention. Alors que la décile supérieure, qui est la plus importante, a le double de ce pourcentage. Ça, ce n'est pas normal. سياسة الدعم عرفت منحا تصاعدي حيث قدرت في الفترة الممتدة بين 2012 و2016 ب27% من الناتج المحلي الخام، وعكس التوقعات فإن الأثرياء هم المستفيد الأكبر من الدعم، لذا استوجب إعادة النظر في الآليات التي تضبط الدعم لعكس المعادلة لفائدة أصحاب الدخل المحدود، آلية لن تكون متسرعة ولا عشوائية تقول الحكومة. وبالعودة لمختلف موازنات المخططات الخماسية المتعاقبة، يتضح جليا تمسك الدولة بدعم بعض المواد على غرار الكهرباء، الغاز والوقود. هذه المواد لوحدها تمتص حوالي 60% من سياسة الدعم، لذا تفكر الحكومة في إمكانية مراجعة طفيفة لأسعار المواد الطاقوية شريطة الحفاظ على القدرة الشرائية لذوي الدخل الضعيف. ne sera fait tant qu'on ne disposera pas de l'ensemble un peu des paramètres pour la mise en place. Nous ne toucherons pas un peu cette politique de subvention tant qu'on n'aura pas réglé définitivement un peu donc l'identification des ménages et le montant et comment procéder. وسعيا منه في مواصلة سياسة الدعم للمواد الأساسية، رفع رئيس الجمهورية حصة التحويلات الاجتماعية في مختلف الميزانيات بصفة ملفتة بالرغم من الوضع المالي الصعب الذي تعرفه الخزينة العمومية، حيث بلغت التحويلات الاجتماعية 1625 مليار دينار سنة 2017، كما ارتفع هذا المبلغ إلى 1760 مليار دينار في السنة الجارية. الحكومة وعلى لسان وزارة المالية تؤكد أن أي إجراء نحو هذا الاتجاه لن يكون إلا بالتشاور والتحاور مع مختلف الشركاء، وفي انتظار ذلك يبدو أن التوجه العام للحكومة هو إعادة النظر في الآليات التي تضبط سياسة الدعم وليس الدعم في حد ذاته، كما أن الوضع المالي الحالي للبلاد يفرض على الحكومة اعتماد سياسة دعم بشكل جديد وهو ما يسمى بالدعم الانتقائي.